وحذر بشير الجميل من عودة الحرب إذا لم يطبق اتفاق القاهرة. إننا قلقون جدا من أنه إذا لم يتم تطبيق اتفاق القاهرة وإذا لم ينصع الفدائيون ولم تنصع المقاومة الفلسطينية إلى قوانين وأنظمة الحكومة اللبنانية فإننا نخشى تجدد القتال، لأننا كلبنانيين لن نقبل أبداً أن نرى بلادنا أو أن نرى قرانا أو أن نرى زوجاتنا بل وكل ما نملك تحت سيطرة الفلسطينيين. إذا لم يحترم اتفاق القاهرة فسوف نكون مضطرين للدفاع عن أنفسنا. عقد قادة الجبهة اللبنانية خلوة أعلنوا في أعقابها ضرورة تحرير الأراضي اللبنانية وتوزيع الفلسطينيين المقيمين في لبنان على الدول العربية. كان كمال جنبلاط يدرك أن الحل قد تم بدونه وأنه قد يضطر لدفع ثمن معارضته القوية لدمشق وحديثه عن الوجه العلوي للحكم في سوريا. وأنا أعتقد أنه لما كمال جنبلاط بلش يدخل إلى هذه المعادلة الممنوعة، أي الكلام عن الصراع العلوي السني أو الصراع أو الكلام عن تحالف علوي ماروني، كان عم بيرتكب ما ممكن أن أعتبره الخطأ الجسيم. عندما توجه يعني الوفود توجهت إلى الرياض كان لنا وجهة نظر أن توجه دعوة إلى كمال جنبلاط على هامش المؤتمر كي يتم تسوية المواضيع في الرياض بين الجميع، فما كان أحد يقبل يعني لا كان المصري يتحمل المسؤولية ولا الفلسطيني يتحمل المسؤولية، فشعر كمال جنبلاط أنه خلص تم استفراده، ومن ثم إجا من يوجه له دعوة إلى استضافته كلاجئ سياسي، فعرف أنه هو صار وحده، قرر وما كان يردده عندما أجاب لسفير الهند وسفير الجزائر وقائم بالأعمال السوفيتي، أجابهم أني أنا أريد أن أعود وأن أدفن في بلدي في وطني في ضيعتي، أنا أعرف مصيري فأنا برجع، وكذا إجا لهون. في 16 من آذار مارس اغتيل زعيم الحركة الوطنية كمال جنبلاط في معقله في جبال الشوف على مقربة من حاجز للجيش السوري المنضوي تحت لواء قوات الردع العربية. كمال جنبلاط رجل عظيم، وعملاق، قتل لأنه عظيم وعملاق. استخدم القتلة سيارة تحمل لوحة أرقام عراقية، ولكن أحدا لم يقتنع بوجود دور عراقي في اغتيال زعيم الحركة الوطنية. كان السؤال المطروح: من قتل كمال جنبلاط؟ سوريا قد لكون لم تحذر كمال جنبلاط، قد أنا لم أكن مسؤولا لأعرف، لكنها سوريا ليست مسؤولة عن أمن من اتفق مع عرفات على قتل الجنود السوريين. يجب أن تعرف هذه النقطة حساسة جدا لدى الجيش السوري ولدى أجهزة أمنه. قد تكون علمت بأن هناك محاولة اغتياله ولم تحذره لأن العلاقات قطعت. أما أن تقول أن سوريا أمرت بقتل كمال جنبلاط هذا غير صحيح. لم تسيره القيادة السورية لظروفها الخاصة، وكانت قالت سوريا آنذاك لكمال جنبلاط: لا نستطيع أن نتخطى حدودا معينة، ستدخل إسرائيل. وقع التناقض، تناقض كبير سياسي. وأتى آنذاك، أذكر للتاريخ أقول هذا، أتى آنذاك جملة من المحرضين من اليسار اللبناني من الفلسطيني
ومن بعض المشبوهين، نعم بعض المشبوهين الذي كانوا بجانب إلى جانب كمال جملاط، وقالوا له أنك في مواجهتك هذه استمر، ولا بد أن يسقط النظام السوري، لا غير معقول أن تأتي سوريا لبنان لتساعد المسيحيين اليمين المسيحي ضد المسلمين. هكذا كانت معادلة أنذاك أذكرها، وكأن كمال جملاط أمامي في هذا الموقع اليوم. فدخل كمال جملاط أنذاك في حديث غير لائق إذا صح التعبير ضد الطائفة العلوية كعلوية. ما لنا والطائفة العلوية؟ هم علويون، نحن دروز، وفي شيعة، في إسماعيلية، هذه خصوصيات ذاتية إسلامية لا علاقة لنا بها. دخل بتحريض من هؤلاء، وأعتقد أن هذا الأمر ربما أدى إلى لاحقا إلى اغتياله من بعض المتطرفين الذين رأوا في كلامه تجريحا بكرامتهم، هذا في بالمعنى العقائدي. بالمعنى السياسي يبدو، بالمعنى السياسي يبدو أنه كان لابد من الخلاص من كمال جملاط كعقبة للحل آنذاك، الحل العربي والدولي بعد اتفاق الرياض والقاهرة، أو القاهرة والرياض، لا أملك المعطى الليل. رياض القاهرة. رياض القاهرة. فكان لابد من تصفيته. لا نعرف بالتأكيد ما إذا كان السوريون هم الذين قتلوا، ولكن الاعتقاد السائد هو أن جهاز استخبارات سوري قتله، وهذا بالتأكيد كان رأي ابنه وليد. أعتقد أنه إذا كان السوريون هم الذين قتلوه فإن هذا قد يعود إلى نزعة انتقامية في شخصية حافظ الأسد، فهو لم يكن ينسى أو يغفر أبدا التصرفات التي كان يعتبرها منافية للعقل وموجهة ضده. وعلينا ألا ننسى أن أزمة لبنان بدءا من عام 76 وصولا إلى عامي 82 و83 شكلت امتحانا عسيرا لسوريا وللأسد شخصيا. لقد رجا كمال جنبلاط وياسر عرفات ألا يتصرفا كما فعلا، واعتقد أنهما يتصرفان برعونة ودون بصيرة، وأنهما لا يدركان ما يقومان به، وإن تصرفاتهما كانت تقوض القضية العربية برمتها، ولذا أعتقد أنه انتقم بطريقة وحشية. And so I think he took his revenge in a rather brutal way. ثار الدروز لمقتل زعيمهم، وكان رد الفعل الفوري قتلهم لنحو 200 مسيحي من سكان الشوف. فلتوا الدروز وراحوا يفتشون عن أمر واحد هو الثأر. لا يقدرون أن يثأروا من الكبير أو من قوة كبيرة، فضلوا الثأر من الصغير، أي من المسيحيين المتواجدين في منطقتهم. الخلف الوليد رعاه الله وحماه. وارتدى وليد جنبلاط عباءة زعامة الطائفة الدرزية.